رئيسة جمعية الأمهات والآباء بمدرسة سيدي جابر مراكش، والحمد لله اليوم حضرت لواحد التظاهرة رياضية وبخوفي دي زونفون يعني ديال لوخفولينا وديال منطقة سيدي يوسف بن علي. يعني كانت تظاهرة رياضية يعني عرفت مشاركة مهمة لعدد من الفرق ديال الرياضية بالمنطقة. وبالنسبة للحضور هو كان حضور مهم ووازن، وتنشكر الفاعلين الجمعويين وبالخصوص جمعية الأمل والفاعلين الجمعويين السي هشام بوناري الله فاطمة من الفيدرالية، تنشكر على الدعوة الكريمة. وبالنسبة لهذه التظاهرة حبذا لو أنها تتكرر يعني كل مرة، لأنه احنا في حاجة ماسة لمثل هذه المبادرات لإذكاء روح المواطنة ولإذكاء الحس الرياضي لدى الناشئة ولدى الأطفال، وكذلك هو باش يفرغوا حتى الطاقة السلبية اللي عندهم يعني اللي يقدر تأثر على المسار والمشوار ديال حياتهم، يعني يفرغوها في أشياء اللي هي بينيفيك مدى بنا يعني مثلا يعني كالرياضة. وإن شاء الله غادي يكونوا تظاهرات مهمة أخرى إن شاء الله أكثر وأكثر، وإحنا دائما في خدمة الناشئة وفي خدمة الوطن. شكرا، شكرا على التغطية ديالكم. ميرسي بيان. عبد الرزاق المعدولي، رئيس جمعية الهجان الإقليمية، رئيس جمعية المغرب الرياضي المراكشي الجمعية الرياضية، ورئيس اتحاد المغربي للجمعيات المغربية. تنشكر الحضور اليوم اللي حضر هذه التظاهرة الرياضية والنشاط الرياضي. تنشكر جمعية أمل شباب مراكش على هذه المبادرة الطيبة ومبادرة المحمودة، وتنتمنى إن شاء الله باش تكون انطلاقة لواحد الغد أفضل إن شاء الله بإذن الله. والحمد لله من بلي تنشوف بحال هذه البوازير الخير الحمد لله، وخصنا نعرفوا بلي الرياضة راه أصبحت خطيرة في الدول، وكما قال سيدنا الله ينصرو في المناظرة الوطنية في السخيرات في المناظرة الوطنية. الرياضة أصبحت أساسية في الشعوب وأصبحت أساسية في جميع المدن. الحمد لله اليوم كان في اللقاء لقاء طيب ولقاء محمود اللي خرجنا منه بزاف الحوايج وعرفنا منه بزاف الحوايج، والحمد لله التنظيم محكم والمداخلات ديال الاساتذه الكرام وممثلين ديال وزاره الشباب والرياضه وممثل السيد الوالي جهه مراكش اسف اللي مشكور بالمناسبه وممثل المجالس المنتخبه. تنتمنى ان شاء الله دائما كما قلت قبيله يتكرروا بحال هذه البوادر اللي هما بوادر من هذه البوادر اللي ممكن يوصلونا للمبتغى ديالنا الا وهو ان شاء الله تنميه المدينه العتيقه وتنميه مدينه مراكش. وكما تتعرفوا المجتمع المدني راه اصبح قوه اساسيه في المغرب، واصبح تحت برامج كبيره الحمد لله. وبحال هذه الاجتماعات وبحال هذه اللقاءات هادو ما هما الا لقاءات اللي قدروا يعطينا ان شاء الله الاستفاده. وتحيه لهذا المنبر الاعلامي ديالكم انتم الحمد لله اللي غطى بحال هذه التظاهرات هادو. نتمنوا دائما تكونوا قريبين من المجتمع المدني. وشكرا للجميع. شكرا. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس